الربا. شكون هو يدوب حمله عليه؟ هو جاب سطاع مع راسو بالخايم ديالو والخوز عبالات ديالو كاع صاحب الخوز عبالات الاول كان كيقول لك باع شي رمضان ما تبقاش شي كورونا رمضان الصوم معجزه من عند الله كورونا ما كاينش شكون هذا؟ فايت فايت غتقول لك كذا كيقول لك المغرب السكر يصوم هادي معجزه من عند الله. هذيك 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 من اخطر ما قال. وكنقول لك خان عنده متابعين بالالاف والملايين والصيام خطيئه راك شكل خطا كبير اصاحبي. اما العشاب اللي كتصنع عليه بقاو كيك شويه كيتعامل مع واحد مع 10 الناس من بعد الا قتل غير واحد من بعد شنو تمشي الخطوه. المهم جابها جابتها الظروف الحديث على واحد لابيتيسيون كاينه كدور على مسألة ديال تلقيح الأطفال. كاين بزاف ديال الأطباء الصيادلة وهذا أعتقد أنهم ناس هما اللي مأهلين أكثر من أي واحد باش يبدي الرأي ديالو في هذا المجال، لأن الطب راه ماشي سهل، الدراسة ديالو طويلة وناس مؤهلين من الناحية العلمية على الأقل من حيث المعرفة المعلومات. ما غيجيش واحد وتجبد الاسم ديال الفايد على اعتبار أن الفايد خرج على بزاف الناس وعنده المتتبعين بزاف. أحيانا أنا كنهضر في الموضوع لا لا كنعطي الراي ديالي، كنقول تجبد الفايد على اساس انه عنده بزاف ديال المتتبعين، هي كتسجل زعما راه هادشي اللي كنقولوا راه ان الا عطى معلومه غلطه راه كيجر معاه ضحايا، ولكن الا عطى معلومه جيده ومفيده راه عاود كيفيد. لا وشرب الماء ملي غيجيك العطش غتشرب صلاة على النبي، كل شيء ولا شرب الماء سخون دافي زيد له الحامض زيد له الغاز زيد له هادو المبادئ اللي هي كل شيء كيعرفها. عندك التغذية تكون متوازنة، الحركة ديال الجسم لأن الإنسان خلق ليمشي حركة بامبورت خدام يديك ولا رجليك ولا جري ولا والراحة النفسية هذه إلى واخا طرية تاكل مزيان أنت عايش في واحد الجو ديال ستريس راه داكشي كيتضرب في الزيرو كي داك التوازن كي وكل واحد طبيب دراسو. ما واحد كيجي كيقول لك لا دير كرموسة دير فيها الفص ديال الثوم ديرها في الزيت ديرها في ستريس يضرب لك ستريس يضرب لك غد ربهم بعد الصباح الاعتدال في كل شيء. هذه اللي قالها سي رشيد، قال لك الاطباء فهاد كورونا بزاف ديال الاغلاط ولي كونتراديكسيون كتسمع الطبيب كيقول حاجه لاخر حاجه لما غتسمع حتى لدرجه ولاو هاللجان العلميه واللجنه العلميه ديال المغرب ماشي داكشي اللي عطات فرنسا ماشي داكشي اللي قالت في اسبانيا في الولايات المتحده اكسترا اكسترا. دونك حنا دائما على مشارف الحقينا ديال سد الوحده اللي كان يحمل اسم سد المجعره سابقا، ولكن هذا المجرى ديال وضير هذا اللي غاديين فيه حنايا، هذا وضير وسد كبير. وي قال لك غنديروا التصوير جماعيه. بون يلا ميزامي بغاو قال لك يديروا شي صوره. المهم المكان في الحقيقه يستاهل واحد يجي يزورو. بقات القضية ديال اللوجمون، رانا درت واحد لا فيديو على اللوجمون، وأحسن حاجة هي قبل ما تجي هنا تصل. من بعد جاسبر نخلي لكم الرقم ديال الهاتف
ديال دار الضيافه اللي كنا فيها، فيها دابا بانغالو وفيها خلاص دي شومبر. ولكن حنا ملي جينا لقينا الدنيا عامره. اوكي يلا هذا لو فروي هذا شنو هو؟ البري، البري جكرو البري، هذا البري هو داك الزيتون سوفاج قبل ما يتلقم، قبل ما يتلقح. اصدقاء ديالي راه هما غنمشي حدا. اسكوتشار الجروب دي حسن بن صلاح اباخو الجروب دي جمال بن عمار الريبا 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 الريبا. شوف احنا انا ماشي معاهم، انا ما كنخافش شوف كتسجل، انا ما كنخافش من الرئيس. هذه عامله غا في الجروب ديال النوبه الطوطه. هي اوكي تشاو الملي كيف اقليم تاولاد اكثر ما كاين هنايا البحر هو اللي كاين ليه. دو لوتر كوتي كاين الماء كثر. ديك راه جزيره اللي قبل حنا، ها هي شي في جزيره، شي في جزيره هذه اللي داخله في اللي ما كتخليناش نشوفوا ديك الجزيره. زيد هنا باش نقدر نسجل صوره جماعيه. لاحظتي الحجر هنايا، رديت البال تاع انا الحجر كيفاش داير هنا. وزير التعليم هو فاش مشى لها ديك الفيلا اللي شاد والله هي ها هو راسك هذا راسك. ولكن صلحتها خصها فيها دابا. هذاك واش فلوكه؟ ماشي فلوكه، هذا بحال الموطه، بحال جيت سكي، بحال صغيره. ها هي صغيره، هي ماشي فلوكه خويا، صغار من فلوكه ولا عيب صغيره. ها زعما فلوكه اللي غتجيب لها هذيك ديك ديال اللي كتنفخ الزودياك. شي صياده صبحوا تما. دابا كاين دابا الجهه اللي طالعه هكا الماء راه مشى عاوتاني من اللي هي مور داك الجبل تقريبا شي 14 كيلومتر ديال ورزاق. دابا الا بغيت الا بغيت تما اللي كاين بزاف ورزاق. اجي وهيدا شحال كيلومتر هيدا؟ دابا من هنا من هنا 12 من هذا تقريبا شي 14 ومن الجهه اللي هنا عاوتاني شي 14. سمعت شي جاب اليوم فرق هذا دابا هذا وضيار هذا اللي هنا دابا 16 وضيار مور هذا الجبل هذا مباشره اوضر مور ذاك الجبل راه فينا هو ورغا ورغا مور الجبل هذا اللي هذا مور الجبل ورغا هذا وضور لو دوزيام دخل الجبل فين كلشي جبال الريف السميه ديالو لا راه اكبر في المغرب هذا ماشي اوضر والثاني في افريقيا هذا اللي طلعنا فيه البارح هذا الاول ديال مصر وضيار وتعتبر سابع بحيره صناعيه في العالم ولو تروازيام ورغا سابع بحيره صناعيه الويديان ما بقاش شي كيشبر معاه لا ما عندوش علاقه القفار كبير العرايش وداك الشيء ما عندوش علاقه بالويديان هذا هذا اكبر سد واحد وهذا سد الوحده الثاني في افريقيا هذا كاين بلايص اللي فيهم العمق هنايا 200 متر 8 مليار متر مكعب. سمع اساتذه كاين هنا واحد البلاصه 200 متر ديال العمق ثلاثة فاصلة خمسة مليار متر كيف مباراة صور عمق تغير ولكن غاز 60 40 80 شحال عدد العمق ديالو في الحقينة 3.8 المهم 3.6 3.8 ماشي كان جبر في واحد المرة 3.7 ديما كيجبر فيهم انا صعيب تكالكولي صعيب هي هي الحقينه غاديه وكتقلص التعريه دابا لك شي بالجزيره راه كانت تما دوار كندور هنا كندور الخريجه صافي تعوضوا مشاو بحال ايوا وشكون اللي كيحرث تما دابا؟ قاع شويه دابا كتحرث ياك كتحرث
طلع عليها الماء، هز لك الماء، رجع الماء ديالك ديالك. هذيك راه هي راه خردالة، هذيك راه هذيك الخضورة خردالة. لا هذيك شفتها بخير كاملة، يعني خضر يغطيها الماء كامل. إلا طلع مثلا شي شتا دابا قوية ولا قوية تغطيها الماء. ودائما هذيك جنب الواد أنت وزهرك. الحقينة 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 جنب الواد أنت وزهرك. أنت وزهرك هو الآخر راه آخر جبل تما كيبان طلع من الفوق. هذيك راه اطول هذا الامر قلت لك هذيك ثلاثه هو الاخر هو الاخر راه كتبان الى حاصلتي مزيان كيبان لك الصوار الفوق في القمه راه هو شي واحد ضرب بنزين على الشمال ديالها على الشمال ديالها. دابا الفلوكه كتوقف تحت منه مباشره راه فينا واحد ليكيب. انا ما وصلتش تما وكيتلقاها لوبيس لوبيس ديال السياحه تلقاها من تما. ديك القدرون كاين على جنب الما تما فهمتي القدرون كاين على جنب الماء. راه هو المجرم فين وصل راه هو. اشوف ما تعملناش الشوط الثاني رجع للقاطع رجع للقاطع كاين واضحة الطريقة سي رشيد. باوت لينا في الهضرة وفتنا نورمالمون الطريق راه هي كيبان لكم لو باساج ياك، ولكن دائما كاين البدائل. الطبيعة غير ما يكونش الحافة والحجار، ولكن بصراحة ما عرفتش علاش. شوف هاد الشجيرة كي دايرة في عز الصيف، وهادي اوتوكتون. سولت لو كيد اللي معانا علاش هاد المنطقة هادي، قالك ماشي فحال الشجر ماشي فحال الاخرين، قالك الجماعة كتبيعهم كيقطعوهم كتشوفوهم. راه وحدة اخرى مقطوعة سميتو هاد الغوات. هذا كنعتبرو طبيعي، كاين شي واحد يقول هادو حومق، ولكن لا هو سبحان الله العظيم واحد الجسم كينتعش كتولي عندك واحد لينيرجي تري سبيسيال وبلا مبالغة. شي اللي كيقولو حلاوتو في عذابو. دونك الدات دابا كاملة كتقطر، ودائما انا سو توجور لو ديرني الشجر اللي قلت لكم. قال لي الجماعه كتبيع هاد الاشجار هاد، هي تبيع الاشجار ولكن تعوض. ها هي حفره يغرسوا فيها شجيره، يعني يكون الغبواز ما يسمى اعاده تشجير المنطقه. وهذه راه السد راه هو لتحت. دونك واحد بقى الاخر راه هو غيبان لكم باللون الاحمر ولا بون بحال الروز. قلت تغبوز هذه المنطقه لان عوامل التعريه هنايا، لان كاين السفوح الانحدار بزاف. الحقيقه هذا السد مع المده غتعمر بالتراب بالحموله ديال المجاري المائيه. دونك شحال ما كان الغطاء النباتي لحقينا هاد السد هاهي تما. دونك كيوصل الماء كيوصلش التراب والغيس الغيس الوحل زعما. فين مشاو هاد باقا المسافة طويلة. دونك جاحت الو اخوان نيكو نيكو نيكيدو نيكيدو هذه صاحبتها. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يشفيك زعمي. هنا كنا البارح بديك لو بتي باطو وطلعنا مع هاد المجرى المائي. هذه تابعه للحقينه السد
وانا اصلا كان كيجري واحد المجرى المائي نسمي وضير. كاين لو دوزيام من لهيه كما شفنا في واحد لا فيديو تما جينا. كاين ودور ودور موراه عاد كاين المجعره. دونك الحقيقه هذا السد كبيره 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 بزاف. هناك كما كتشوفوا بحر هذا تبارك الله. انا فايت وقع لي بحال المشاكل كيطول المسترك. يقول لك اخويا عيد ولا واخذين علمكم باش دابا هذا فوج باقي المنزل فوج المفهد هذا غير المتوسط. انا الجهد ديالي 30 كيلومتر. تبارك الله راك هو هذا الجهد ديالي 30 كيلومتر مخيره كاع. انا كنعمل ديك 5 6 صافي هذا هو اي هذا كيوصل ل 60 هذا كنشوف كرتاح كنضربوا ديك 5 ساعه ونص ساعتين كنجلسوا كتشرب شويه ديال الماء كتشوفوا الاشجار ديال الزيتون تبارك الله. وهنايا كاين هذا المعروف محليا هنا بكليطو. هو كليطو يمكن جايه من كاليبتوس اوكاليبتوس يعني او وهاد الشجر هادو مرتبطين بالاستعمار الفرنسي. والشجرة دخيلة على المغرب ورا قلتها في عدة فيديوهات. هذه جات من الأسترالي من أستراليا. والوراق ديالها هادو اللي كتشوفوا كيعيش عليهم داك الحيوان معروف بالكوالا. كوالا بحال النونوس صغيور من الحيوانات الكسولة. وكاين خلاص واحد الكسول عندهم واحد الحيوان أبن كيتحرك. إذن هو تستمر حقينة السد. دونك حتى نبدلوا المنظر عاود نعاود نرجع معكم. تشاو شرقية ولا؟ ها؟ شرقية هي الشرقة تما تما شرقة الشمس يعني جنوب الريف. جنوب الريف بني زروال بيلفي تري بيلفي. البارح يعطيك الصحة. لا يعطيك الصحة الشيف ديالنا. دابا هذا واش سميتو هذا؟ هذه سد بالوداد. لا وضير وضير هذا هذا وضير وضير ولكن ماشي هذا الوه راه الحقينة طالعة راه تزن من الماء ديالو هنايا ترجع انتوما مشيت. انتوما راه الماء كيعمر 100% هذاك البوطو ديال الدورة كيوصل له كيولي مع الجدر ديالو باين. على اللي مترا باين هذا دابا الدوار النفزه تابع الاقليم تاونات هذا هادو تاونات هادو تاونات دابا ها تاونات ها وزان وزان من السد. دابا حنا في وزان وهذه تاونات راه كانوا يبغاو يديروا قنطره هنا ما بين هاد الدوار هذا وهذا تعويضا على واحد القنطره كانت لهيه. ايوا فاش داروا العمق لقاو 60 متر العمق هنا كبيرة بزاف 60 متر مكلفة. القنطرة طاحوا محمد جاو المهندسين بغاو يديروا هنا قال لك اسيدي العمق بزاف غتكلفنا واحد. عندك استاذ الله يحفظك عندك حبيبو هذا هو دوار الرحمة. هذاك الدوار ديال الاستاذة العبيدة ها هو هذا اللي فين كاين دار الشمس. اجي نهبطوا هنا نشوفوا واش دبلنا شفنا واش دبلنا الدار ديالها. والاخر ماجي عندنا هذا هذا بني حماد وزاوا هي ماجي من باب الرد هو ماجي. وهذا الزيتون دمنا هذا ماليه 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 فين ولكن دابا ملي كيطلع ملي كيطلع دابا كيتغطى الشجر الاول يقدر يتغطى كيتسمى دابا غارصين في الارض ديال البراج تقريبا شي ثلاثه الخطوط تما مغرسين في ارض البراج.
باش ملي كيطلع عليهم الماء براسك كيقتلهم. لا ما كيتعورش بزاف. دغيا كيعاود ينزل. هنا قالنا شاري صفري. المهم بزاف ديال الناس دابا كيجيو هنا سياح كيشريو هنا كتعجبهم كيشري. ها كاين واحد المخيم اللي جلستو فيه هنايا هو تحت هذا تحت الفلوكات هنايا اقلا. دابا هاد الجبل هذا راه كيخرجوا منه الماء. شفتوا البارح شفتوا ما ركبنا ما كتبانش الدار العبيده هنا حتى نهبطوا لتحت. ولكن شنو هذا؟ شنو هذا؟ الخماس الخماس هذا احسن دوار. هو مدرب هذا الزيتون بيطول كيف عند من الماء تبارك الله. عند من الماء كتشوف راه بيطول تقطع معاه هذا ديال الماء. لا الماء تبارك الله راه كيهبط دابا غير كيهبط دابا عمل عند كوبا وضخيت راه يدير واحد المخيم هنايا. هذا راه الفكره ديالي هنايا هاد انا اللي قلت نديرو هنايا والله العظيم الفكره ديالي قلت لما تكون المهنيه الموقع ديال الدوار جا موقع فن فن. دابا انا كيديروا هنا ديك الخضره البرقوق الكرموس لا كاين كاين عندهم جوج سبالات عاوتاني جوج سبالات في الدوار سيما طبيعيا خارجين من الماء سبيلات سبيلات دابا هنا يعمل عيل قومه كيدخلوا الماء هاي دابا كاين اللي مدخل الماء هنا غير التيو غير التيو للدار. دابا هذا هو الدوار في القبيله اللي باقي فيه الماء طبيعي ديال ديال الجبل ما خلينا كلشي غير الحفير حتى التربه ديال التربه الرمليه كتخلي كتسرب لان كاين هنا المرن وكاين هذا رجع شويه هذا الطين هنايا لا لا هذا الرمل 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 كيتسمى الفليش الفليش هو واحد الخليط ما بين الطين والرمل على الماء هذيك كتأبصر في الماء هي اللي كتعطي هذا كنا قرينا هادشي بالفرنسيه نيشا انا كنقرا سيونس في العلوم الطبيعيه في سيونس دابا غير كتشوف هاد التربه هذه اوتوماتيكمون هذيك غتكون لنا هذيك 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 لا ما كاينش قنطره فين لا ولكن تما الاخر الماء هو تما قول لي صافي الواد دابا راه دابا اش دعدي خصك يلا الاخوان يلا اللي شفنا قبيله هي وصلات لهنا كيف الموتور يلا يلا راه صياده هذيك هذا هو ديك الخماس هو هذا الخماس راه ندير لكم صوره جماعيه يلا اجي ثلاثه انت معنا تبت انفان كاين شي واحد كيقول لي كتصوت وي اوف اوكي جاريت دابا انا مشكلة القلب باقي مزيان يا كاسي القلب باقي مزيان لا مزيان الحمد لله اللي طلعنا هذه صافي هنا في الاردن كنكاشي علينا الطبيب بان راه صافي كلشي مزيان كلشي واحد كيضرب 10 درجات كيجلس فين كنا مع داك الزيتون لتحت حنا راه ضاربين تبارك الله دابا على هو علالين واحد خمس سي عزيز راه هو بجاي في عقيبة تبارك الله فيها تقريبا 500 متر ولا 600 نفس واحد مزيان لا حتى هذا النهار هذا كتشوفوا مساعدنا حتى ما كاينش الشمس حاره وكاين شويه سخونيه مي اتونسيون اتونسيون ما تزيدش تهبط حدك تما النغمه سي بو افوار المهم انا صورت بزاف هنا في السد انا بكل صراحه كما قال نوترو غيد هنا ما عندكش فين تلف هنا يمكن لك اللي عنده ينكات كات يمكن له يجي لهنا بحق انا جو بريفير يجي لواحد هادي الدفله كلشي كيعرفها خلاص كتنتشر في مي واحد الظاهره شوف منين كيجي باش يرمي الزبل ديالو بوزبال هادي موسخين الحقين هاد السد هادشي كامل هادي هبط غاتعاود تشربو ما شفتي والو معفونين ما شفتي والو فهمتي اللي كيرمي الزبل هنايا والله العلي العظيم الا في المخ ديالو عنده تروز الزبل حاشاكم والله ما كيفكر
ترمي يجي الاخر يرمي ولا طيحش حتى تهبط داكشي كلشي للسد، ما فين غيمشي ستاسيون تريتمون عاد علاش ما يبقاش الماء نقي كيمشي الكلفه ديالو كطيح رخيصه. راه الماء ولينا كنشربوا هذاك الماء د الروبيني راه والله ما نعرف. المهم ما غندخلش في هذا الموضوع هذا لان انا اللي عجبني قلت علاش كنصور بزاف هاد الجهه هادي. ان شاء الله غادي يكون بليزير فيديو على هاد المنطقه هادي على وعسى. حاولنا نوصل جوج الرسائل، رساله ايجابيه وهي ان المغرب نافع وكبير والخيرات فيه كما كيقولوا اغوغو. والرساله الثانيه هي هادو غنسميهم ولاد الحرام، هادو اشباه ما غنسميهم مخلوقات عجيبه ما لا تمت بها. علاش والميكا تجي حتى لهنا باش ترمي الزبل ديالك؟ دير حفره واشعل فيه العافيه سيدي، في واحد الحفره ديرها بحال اش كتسمى بحال واحد المطرح ديال الدوار ولا. دابا هاد الناس هادو ما عرفتش واش كيلقاو شي واحد يوصل لهم هاد الرساله ولا المغربي واحد العينه ما لا اعمم بيان سور. هاد الميكا شحال القوانين خرجت لمحاربتها، وكانت واحد الحمله ديال التوعيه وعاود توقفات. حنا عندنا كلشي مناسباتي، شوف شوف بالله عليكم وهالسد ها هو الحقينه ديالو، هادشي كامل طيح الشا كلشي غادي يهبط غيمشي لتما. دونك جوج الحوايج، نحافظوا على هاد السفوح بالغطاء النباتي، الغطاء النباتي خصو يبقى، ما سينو هادشي كامل غادي يهبط. هاد الطريق غتولي داك الانزلاق ديال التربه، هي تعرات ها هو شويه طيح الشا عاود يطيح، هادشي كامل غادي يهبط. وهذا عند تجربه لان كنرد البال هادشي في الطرقان فين كنمشيو. راك شفتو الطريق ديال الريف، الطريق ديال الريف داك ديك الرعده اللي طاحت شحال هبطات وتقطعات الطريق، وبقاو الناس حاصلين من هنا من هنا لساعات، وكاين اللي ربما بقى نهار كامل، كاين اللي كان غيسافر ولغى السفر ديالو، كاين اللي كان ضروري انه مشى على طريق اخرى طويله وممله دونك كاين هاد المطرح هذا اللي شفناه، واحد المطرح راه هو انفاس. هذه رساله موجهه للرئيس الجماعه د هاد وي وي لا جهاد بركه احمد. اتسنى واحد شويه، قلت هذه رساله موجهه لهاد الناس والرئيس المجلس والاعضاء ديال المجلس والقايد ديال المنطقه. هلكوا عباد الله بالضرائب، ماشي الضرائب عفوا الدعائر ضربوا لجيبو، وقرار يتخذ المجلس ويصار على التنفيذ ديالو السلطه المحليه وتشوف، ولكن اون ميم طون ديروا لهم فين يرميو.